نشرت المذيعة ريهام سعيد صورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام ظهرت فيها قدم ابنها طارق بعدما كسرت ووضعت في الجبس. هنا نشرت الصورة ديت، ربنا يطمنها عليه، رجله اتكسرت واتحطت في الجبس. وعلقت ريهام على الصورة بقولها: تيتو الحمد لله، ليتفاعل مع عدد كبير من الجمهور والمتابعين والفنانين داعين لها بشفاء ابنها وإبعاد عين الحسود عنها. ويأتي ذلك بعدما كشفت عن نص الحكم في قضيتها المعروفة إعلاميا بقضية السمنة، إذ نشرت عبر حسابها صورة مكتوبا عليها: معنى اسم الله الجبار الذي يجبر قلوب العباد. وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة الاقتصادية. أيضا نشرت الصورة ديت وكتبت عليها: لما حد يظلمك وياكل حقك افتكر الآية دي. وعلقت عليها كتبت: كمية ناس وحشة رهيبة، وفي زملاء كنت فاكراهم صحابي أوي ما رفعوش عليا سماعة التليفون، اخص بجد اخص. على فكرة رضوى الشربيني انتي جدعة وربنا هيكرمك كمان وكمان. سعيد مولودة 28 مارس 1967، إعلامية وممثلة مصرية. بدأت حياتها المهنية مذيعة ببرنامج صبايا بإحدى القنوات الفضائية، معروفة طبعا ريهام سعيد. ريهام قلما تتحدث عن أطفالها في برنامجها التلفزيوني، ولم يسبق لها الظهور معهما من قبل في أي مناسبة اجتماعية أو فنية، ولكنها قررت أن تشارك الجمهور جزءا ضئيلا من حياتها بعد أن نشرت أول صورة برفقة أطفالها على الفيسبوك وعلقت عليها بقولها: أجمل حاجة في حياتي. ده مع أطفالها، وفي طبعا الطفل الصغير اللي هو صورة إيده كانت في الأول. من ناحية أخرى، شاركت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد جمهورها بصورة لها من كواليس مسلسلها الجديد ستات قادرة. ريهام التقطت الصورة على طريقة السيلفي مع كل من الفنانة عبير صبري والفنانة نجلاء بدر، وظهرت فيها مرتدية حجاب على رأسها مما منحها إطلالة مختلفة. دي الصورة اللي هي لابسة فيها الحجاب مع نجلاء بدر. الإعلامية المصرية علقت على الصورة بقولها: عبير صبري ونجلاء بدر مثال جمال القلب قبل الشكل، بشكركم ستات قادرة. وكانت ريهام سعيد قد ظهرت مؤخرا بلوك جديد تماما، حيث بدت وقد خسرت الكثير من وزنها كما ظهرت بملامح وجه مختلفة. ده اللوك الجديد، شكلها اتغير شوية، ايه رأيكم؟ الشكل الجديد احسن ولا العادي اللي احنا عارفينه؟ ناقص وزنها كتير. من ناحية أخرى، أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن استيائها من ردود الفعل حول فستان الممثلة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي أثار جدلا واسعا، مستنكرة وصول القضية إلى جلسات مجلس النواب. وقالت في برنامجها صبايا عبر الحياة مساء الاثنين 3 ديسمبر 2018: انتوا سايبين 100 طفل مريض قلب هيموت وماسكين في فستان رانيا يوسف. وتساءلت: مفيش نائب في البرلمان سمعني وانا بقول ان في 100 طفل بيموتوا؟ واضافت: اشمعنى رانيا يوسف؟ في واحدة عندنا ولا انا عارفة هي ممثلة ولا رقاصة ولا بتشتغل ايه، كل حياتها انها بتطلع صور وهي مش لابسة هدوم، وكانت موجودة في المهرجان وهي مش فنانة، ليه ما حاسبناهاش؟ مهرجان الجونة كان فيه ممثلات كانوا لابسين حاجات عريانة جدا من فوق، هل من فوق غير من تحت؟ وتابعت: أنا مش هقول إنها حرية شخصية ولا حاجة، أنا ما بقولش إنها غلطانة ولا ليا إني هقول إنها غلطانة، أنا مين شغلني قاضي عليها؟ أنا بس بتكلم عن نشر الفجور. وأردفت: المصور اللي نزل على ركبته عشان يصورها من ورا، مين اللي بينشر الفجور؟
هذا المصور اللي لازم يتحاسب ولا لا رانيا يوسف؟ انت في المهرجان ومعاك الكاميرا دي عشان تغطي فعاليات المهرجان ولا عشان تتصيد للنجمات وتفضحهم وتصورهم بهذه الطريقة المشينة؟ ودعت إلى محاكمة المصور الذي التقط الصور لرانيا يوسف من زاوية استثنائية معقبة، هي ما ادتش ظهرها للمصورين زي ما في ناس تانية عملت. المصور هو اللي نشر الفجور، هو اللي نزل على ركبته عشان يصورها. ليه؟ هتاخد في الصورة كام؟ نزلت على ركبتك ليه يا محترم؟ ومن ناحية أخرى كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تلقيها مكالمة وصفتها بالغريبة من الفنان أمير كرارة في بداية مرضها. قالت ريهام سعيد في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على انستغرام سنراه بعد قليل أن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها كانت من باشا مصر أمير كرارة، الذي أوضحت أنها تعرفه منذ أيام الجامعة عندما قابلته عند المخرج طارق نور أثناء عملها في إعداد برنامجه مين بيقول الحق، إلا أنهم لم يلتقيا منذ ذلك الوقت. وأضافت ريهام سعيد أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: أنت باشا مصر بجد، أنت مش باشا مصر عشان أنت عملت مسلسل قوي ولا عشان تعبت وطلعت وكل أعمالك محترمة، لا، عشان أنت إنسان أبيض أوي وجميل أوي، ومفيش مرة قابلتك في مصر ولا بره مصر ما سلمتش عليا بمنتهى الاحترام. تابعت ريهام سعيد: ولا أنا عايزة منك حاجة ولا أنت عايز مني حاجة، يعني ما رفعتش عليك سماعة التليفون مرة وقلت لك يا أمير خدني معاك في مسلسل، ولا أنت أيضا رفعت عليا سماعة التليفون وقلت لي خدي الحالة دي عالجيها، وأعربت عن ضيقها من أي فنان يطلب منها معالجة حالة محتاجة، لأن باستطاعة أي فنان مساعدة أي حالة. وأكملت ريهام سعيد أن أمير كرارة كان أول المتصلين بها حتى من قبل إعلانها عن حالتها المرضية، وأصر أن يصل إليه، فأخبرته بأن هناك خياطة كثيرة داخل أنفي ولا أستطيع الكلام كثيرا إلى جانب انهياري النفسي، ولكنه كان لطيفا وراقيا وأصر على الاطمئنان علي دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا.